بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نسجل مع بعض تاني حصة في شرح مناهج تانية ثانوي. نتكلم في شابتر 4، اتكلمنا عن السكين، اتكلمنا النهارده عن الكدني. الكدني من الفرق الأول، ايه الفرق بين الكدني في اللور فيرتبريت والهاير فيرتبريت؟ يعني الكدني في الحيوانات أو الفقريات البسيطة والفقريات الإيه المتطورة، تمام؟ فالفقريات مثلا البسيطة زي الضفدعة مثلا، الكدني عندها بتبقى لونج وسين، يعني حاجة كده. لو شفت الكدني بتاعتها بتبقى حاجة عاملة كده، فالكدني بتبقى اتنين طوال كده ورفيعين، وموجودين على جانبين العمود الفقري، يعني بينهم كده في النص كده بيكون فيه العمود الفقري بتاعها. فلو احنا شفنا كده يبقى بتكلم عن الكدني في الضفدعة، هتلاقي ان هي لونج وسين، موجودين اكستند اللونج تو سايد اوف فيرتيبرال كولوم، على جانبين العمود الفقري. دي الكدني بتاعت الفرنج. الكدني احنا عندنا، هو انا طبعا المفروض كان يقول شكلها، اللي هو مثلا يقول لك بين شيب، شكلها شكل الفول. فاحنا عندنا الكدني كاتب لك هنا مور فيرم. ليه قال مور فيرم؟ ان الكدني في الضفدعه بتبقى مش ثابته، يعني تحس انها كده ايه، لما تشوف تشريح الضفدعه تحس ان في حاجتين كده، الكدني دول بيتحركوا كده فيها، مش ثابتين كده في مكانهم. فالكدني احنا عندنا لا، مور فيرم، اكثر ثباتا، وشكلها بين شيب طبعا، تمام. موجوده بيهايند حاجه اسمها البريتونيوم. البريتونيوم ده الممبرين اللي لامم الاحشاء كلها بتاعت الجسم. طبعا لما نيجي نشوف طبعا هنا بيكون طبعا نازل هنا حاجه اسمها اليوريتر، نازل كده في البلدر زي هناك بالظبط. نتكلم على الكلام ده كله، فانا اليمين بس ان شكلها هنا بتكون مور فيرم، اكثر ثباتا، مش عايمه كده، يعني الكدني هناك بتبقى مش ثابته خالص. طيب موجوده بيهايند البريتونيوم. البريتونيوم ده عامل زي ايه؟ ده الكيس اللي لامم كل حاجه، بقى لامم الاستومك بالسمول انتستين باللارج بالحاجات دي كلها، كل الحاجات دي موجوده جوه كيس، تمام؟ كل الحاجات اللي هنا دي موجوده جوه كيس اسمه ايه؟ اسمه البريتونيوم. ورا البريتونيوم ده بقى بتلاقي الايه؟ التو كدني. فهي موجوده فين؟ بيهايند الكيس ده، بيهايند البريتونيوم. فكتب لك اهو زي ارسيتويتد بيهايند البريتونيوم، تمام؟ يبقى هي مش موجوده في البطن خالص، ولا مع الاستومك ولا مع السمنتس، لا ورا الكلام ده كله، تمام؟ دي الهيومن كدني. فكتب لك اهو البريتونيوم، خلي بالك ان هو ممبرين لايننج، دي لايننج. لايننج الابدومينال كافيتي اللي هو الايه؟ اللي هو تجويف المعده يعني. طيب الكدني بتنتمي لسيستم اسمه اليورينري سيستم اللي هو قدامنا ده. اليورينري سيستم بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من تو كيدنز، كليتين كده اهو. طيب نازل منهم تو يوريتر، تمام؟ تو يوريتر دول ايه؟ تو يوريتر دول خارجين من كل كدني، تمام؟ وبينقلوا اليورين دروب باي دروب كده من الكدني لغايه ما توصل تتجمع فين؟ في اليورينري بلادر دي. فهتلاقي كاتب لك الكلام ده اهو، تو كدني وبعدين تو يوريتر. التو يوريتر ايمرج فروم ذا كيدنز ويتش باس يورين دروب باي دروب لغايه ما يحطوه في السمول ساك اللي هو اسمه ايه؟ اليورينري بلادر. طيب كاتب لك ان اليوريتر دي لما بتيجي تفتح بتفتح ب انكلايند بوزيشن، يعني ايه؟ بص بتنزل كده، تمام كده اهو، مش نازله كده على طول، لا، وبتفتح بوضع ايه؟ انكلايند، وضع مايل شويه، داخله من هنا كده. ليه؟ عشان لو كانت في وضع ستريت كده كانت هيحصل ايه؟ باك فلو. اول ما دي المثانه دي تتملي باليورين هيروح يبقى سهل يرجعها طول الكدني وتعمل فشل، بتعمل فشل كلوي. فعشان ما يحصلش تقلل فرصه الباك فلو دي، فداخله بوضع مايل عشان دي تتملي بس تقلل موضوع الرجوع ده لايه؟ لغايه فوق. فما اجي اقول لك للتو يوريتر هو اوبن ات ذا باك اوف ذا بلاد ان انكلايند بوزيشن، تبقى فاهم ليه؟ عشان تقلل او تمنع الباك فلو اوف يورين تو ذا كدني، فبتؤدي لتؤدي الفشل الكلوي. طيب اللينر بلادر عباره عن كيس عضلي صغير كده بيجمع اليورين فيه دروب باي دروب كده من التو يوريتر. فكتب لك اللينر بلادر تو ده سمول ماسكولار ساك ذات كولكت اليورين فروم ذا تو يوريتر. طيب ايه اللي بيقفل اللينر بلادر؟ هنا في عضلات طبعا اللينر بلادر بتنقبض عشان تطرد اليورين بره بعد كده، لكن في عضلتين مهمين هنا، او العضله هنا اسمها اسفنكتر ماسل، العضله هنا اسمها اسفنكتر ماسل. العضله دي عضله واحده هنا اهوت في المخرج ده، دي بقى بتبقى وانت صغير بتبقى انفولنتري لا اراديه، ولما بتكبر شويه بتبتدي تتحول تبقى اراديه وتقدر تسيطر عليها، ودي هي اللي بتقفل مخرج اليورينري بلادر، تمام؟ لغايه ما اليورين يتجمع فيها دروب باي دروب. فكتب لك هو اسفنكتر ماسل دي كلوزز ذا اوتليت اوف ذا بلادر، بتقفل مخرج البلادر لغايه ما اليورين يتجمع فيها. زين ذا بلادر كونتراكت، بعدين البلادر دي تنقبض ويحصل طبعا ريلاكسيشن اسفنكتر ماسل دي، فتروح ايه؟ فتروح طارده اليورين بره، تمام؟ طيب اليورين لما بيخرج في قناه هنا اسمها اليوريثرا اللي موجوده في الميل اورجان او العضو الذكري، بيبقى في القناه اللي بتخرج بقى اليورين بره، القناه دي اسمها ايه؟ اليوريثرا. فعندي حاجه طبعا اسمها اليوريثرا، ودي داكت كونكتد للبلادر ثرو ويتش اليورين باسس تو اوت سايد، تمام؟ الكلام ده كله هنعيده تاني واحنا بنتكلم على اليورين ده كده، على تجميعه اليورين في الاخر خالص، يعني هنعيد الجمله دي تاني
الحته دي تفهمها اكتر. بس ده زي شكل كده بيكلمك عن ايه، تقسيمه اليورينري سيستم او الجهاز البولي، تمام. فعرفت ان في تو كيدني تويتر، وعرفت ان في عندنا حاجه اسمها اليورينري بلادر، وعرفت عندنا في حاجه اسمها سفنكتر مصري، وعرفت ان في قناه بتطلع بره اسمها اليوريثرا، تمام. طيب بعد كده هنخش ليه اول حاجه كلام على الكيدني. طبعا الحمد لله ما بقاش عليك رسم ولا اي حاجه خالص. فلو هنتكلم على الكيدني، الكيدني طبعا فيها جزء بره خارجي اسمه الكورتكس، اللي هو الجزء اللي بره ده. طيب في جزء فيه بيراميدز كده، تمام، ده اسمه الميديولا. يبقى الجزء الخارجي ده اللي هو الكورتكس واللي هو القشره، والجزء الداخلي هو النخاع اللي هو فيه البيراميدز دي. وطبعا عندك هنا ارتري اسمه رينال ارتري عشان داخل الكدني، وفي فين خارج منها ده اسمه رينال فين. كلمه رينال معناها كدني اصلا، فالارتري داخل الكدني اسمه رينال ارتري، الفين اللي خارج منها اسمه رينال فين. طيب وهنا في الحته التجويف ده اسمه البلفيس او حوض الكليه، وحوض الكليه ده بيجمع اليورين بعد كده ويطرده لغايه ما يطلعوا اليوريتر اللي بيوديه بعد كده للرينال بلادر زي ما احنا قلنا من شويه. طيب كتب لك بقى، عرفنا بقى مكان التو كدني موجودين طبعا في الابدومينال كافيتي بيهايند البريتونيوم زي ما احنا قلنا. طولها 12 سنتي، عرضها 7 سنتي، التخانه بتاعتها السماكه بتاعتها السمك يعني، وقاس ان ايه طول وبعدين قاس ايه عرض. في بقى السماكه السمك ده، السمك بتاع الجزئيه دي ممكن اعمله حاجه مايله، السمك بتاعها قد ايه، لان طبعا بيكون في رسمه دي لو 3 دي بتبقى في حته ثانيه كده من بره هنا كده اهي. فالسماكه دي بقى بتبقى قد ايه، السمك ده قد ايه، تمام. بايه ده كاتب لك 3 سنتي، يبقى خلاص خدت الطول وادي العرض اهو كده 3 سنتي، والطول ده 7 سنتي. السمكه بتاعتها بتبقى ايه، سوري، الطول 12 سنتي وقلنا العرض 7 سنتي، والسمكه بتاعتها 3 سنتي. طيب بعد كده اكلمك على ايه، على الوصف بتاعها. كتب لك اهو الوصف ان هي بين شيب، شكلها شكل الفول، ماشي. الارتري ده اللي داخل الكدني جاي منين؟ اكيد جاي من الاورطه، معلومه دي نبقى عارفينها مهمه جدا جدا. طب الفين اللي خارج من رايح فين؟ اكيد رايح على الانفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا الجزء اللي طالع من ده اللي داخل بيلم الدم كله من الجزء السفلي من الايه، من الجسم. احنا قلنا الهارت موجود اهو في منطقه الصدر، الجزء اللي فوق منه اللي هو الهيد والارمس وكده بيجمع الدم، بيرجع الدم من القلب عن طريق السبيرو فينا كافا. اما الجزء اللي تحت الصدر اللي هو من البطن بقى والكليه والاستومك والسمول انتستين والليجز والكلام ده كله بيتجمع عن طريق الانفيريو فينا كافا. فالكدني تبع الجزء اللي تحت، اذا بتصب الدم فين؟ في الانفيريو فينا كافا. يبقى الارتري جاي من الاورطه، اما الفين رايح للانفيريو فينا كافا، وده كان مكتوب هنا اهو الرينال ارتري، وده كامز فروم ذا اورطه، بسالك عليها في الاسئله. والرينال فين بيصب فين؟ بيصب في الانفيريو فينا كافا. كل ده كلام بسيط ما فيهوش اي حاجه. بعد كده بنقول ان الكدني فيها جزئين، جزء اسمه اوتر كورتكس وجزء اسمه اينر ميديولا او مدلة. الكورتكس المدلة اللي هي القشره والنخاع، الجزء اللي بره ده اللي هو القشره اللي هو ده، والجزء اللي جوه ده ايه؟ النخاع. طيب ممكن برضو هنا لو احنا حاولنا نرسم رسمه بسيطه بس الكدني كده بسرعه، وطبعا ما بقاش عليكم رسم ولا حاجه، بس يعني باب ايه دينا بتسلى مع بعض. تمام، فده طبعا المنطقه الفاضيه دي منطقه الكورتكس، المنطقه اللي جوه دي اللي فيها البيراميد دي منطقه المضله، تمام، عشان دي لاتين نيمز، هي مديوله مكتوبه مديوله بالانجلش بس دي لاتين نيمز مش المضله. اللي واحد داخل ورينا ارتري، واحد خارج ورينا الفين، ده البلفس الحوض وده اليوريتر، تمام. دي الحته 3 دي بقول لكم عليها يعني، ماشي. تعالى يعني نتكلم بقى على اهم حاجه جوه الكدني دلوقتي. الكدني وظيفتها ايه؟ الكدني وظيفتها انها تفلتر الدم من الويسز اللي فيه، وتطلع الدم نضيف تاني. يعني الدم لما يخش كده فيها برين ارتي يخش الدم مليان بالويسس، يبقى الدم داخلها بيوريفايد ولا امبيوريفايد؟ امبيوريفايد. المفروض ان الويس دي تسحب منه، يحصل فلتره والويس دي تخرج منه وتخرج بشكل يورين، ويخرج منها الدم بقى في الفين ده يرجع تاني للدم ويكون ايه بيوريفايد. اذا عند النقطه دي في معلومه لازم نكتبها، في نوتس كده لازم نحافظينها. ايه النوتس اللي هنكتبها دي؟ نحاول نكتب النوتس مع بعض في اي مكان هنا، مثلا ممكن نكتب النوتس دي هنا في الجزء اللي تحت ده، انه الكدني بيخشها ليكويد ويخرج منها اتنين ليكويد. الليكويد اللي بيخشها ايه؟ بيخشها ان بيوريفايد بلاد، الدم مش نظيف، هيخرج منها الدم بعد ما يتنضف هيبقى ايه؟ بيوريفايد بلاد.
ويخرج منها ليكويد تاني اللي هو مين؟ اللي هو اليورين. الويس استخرج بشكل ايه؟ المعلومه دي لازم تكتبها عندك، مهمه جدا جدا كده. الكدني استلمت ليكويد وخرج منها اتنين، استلمت ليكويد في الارتري اللي داخلها ده، الارتري داخل ده مليان طبعا، الارتري داخل مليان بالويس ده، بلاد داخله بس انبروفايد. الدم ده هيتنضف ويطلع عن طريق الفين ده بيوريفايد ويخرج الويس بشكل يورين، يبقى كده دخلها سائل وخرج منها سائلين، ما تنساش ابدا. طيب مين يا ترى اللي بينضف الدم ده جوه الكدني؟ جوه الكدني في انابيب بالمنظر اللي قدامكم ده اسمها النفرون، الانبوبه اللي قدامكم دي، الانبوبه اللي قدامكم دي، دي الفانكشنال يونت بتاعت الكدني اللي بتقوم بالوحده الوظيفيه جوه الكدني، يعني بيقوم بوظيفه دي جوه الكدني اسمها ايه؟ النفرون. طب كل كدني فيها نفرون واحده يعني؟ قال لك لا، فيها 1 مليون نفرون. ده ايه ده في الكدني الواحده 1 مليون نفرون. طيب احنا عندنا 2 كدني، يبقى احنا كده عندنا كام نفرون؟ عندنا 2 مليون نفرون في كل بني ادم عشان عنده كليتين. طيب النفرون دي المفروض يعني لو احنا حبينا نشوف التركيب بتاعها قصته ايه، تعالى نتكلم مع بعض كده في اي ورقه نشوف احنا ايه اللي محتاجينه. بصوا النفرون بتبدا بحاجه كاب شيب دي كده، تمام، اسمها بونز كابسول، بعدين انبوبه متنيه كده، بعدين يو شيب دي تاني كده، بعدين انبوبه ملويه تاني كده. هنشوف الكلام ده كله وهنكتب اسامي مهمه جدا جدا. اهو هنا في حاجه اسمها كوليكتنج داكت كده، دي بتجمع اليورين من كل النفرونز. طيب قادر هنا الارتري اهو، طيب ايه بقى اللي عايزين نقوله؟ اولا مين دي؟ دي اول تركيب فيها اسمه بومنز كابسول، بومنز كابسول، بومنز كابسول. طيب بقى كده عندي حاجه اسمها فيرست كويلد تيوب، فيرست كويلد تيوب، يبقى الثانيه دي اسمها ايه؟ سكند كويلد تيوب. طب ودي اسمها ايه؟ لوب اوف هينل، تمام، او لوب هينلي. طيب كده اتكلمت عن، عرفت انا التركيب بتاعها بومنز كابسول، دي تركيب الانبوبه اسمها بومنز كابسول، فيرست كويلد تيوب، سكند كويلد تيوب، لوب اوف هينلي. طيب عايزين نعرف حاجه، نعرف ان كل الجزء ده لو انا مثلا جبت لون تاني كده، النص ده كله موجود في منطقه الكورتكس، والنص اللي تحت الحته اللي تحت دي موجوده في منطقه الايه؟ المظله. يبقى دلوقتي لما اجي اقول لك البومنز كابسول مكانها فين، تقول لي بتبدا فين؟ في منطقه الكورتكس. طيب بعدين الفيرست كويلد تيوب، تقول لي برده فين؟ في الكورتكس. لكن اول ما اقول لوب اوف هينل تقول لي موجود في منطقه الايه؟ المظله. وبعدين اطلع تاني للسكند فين؟ في الكورتكس. بعدين الكوليكتنج داكت في جزء منها في الكورتكس وجزء منها نازل فين؟ في منطقه الايه؟ المظله. ازاي يا مستر؟ اوريك. فاكر لما خدنا احنا رسمه الكدني دلوقتي اهي بسرعه تاني، بص بقى، ما المفروض ان المفروض انه النفرون دي موجوده كلها مثلا هنا كده، كده كلها في المنطقه دي كده، فيبقى البومنز كابسول موجوده في الكورتكس، الفيرست كويلد موجوده في الكورتكس، والسكند كويلد موجوده في الكورتكس، لكن اليو شيب نزلت في المنطقه اللي هي اللي فيها البيراميدز دي، يعني كلها في الكورتكس فوق اهي، كل الانابيب النص بتاعها اللي فوق موجود في الحته الفاضيه دي اللي هي منطقه الكورتكس، والنص اللي هو اللوب هينل واللي تحت موجود في منطقه الايه؟ المظله. تمام؟ فالنقطه دي مهمه جدا جدا، تعال نرجع معانا الكلام مع بعض نشوف كتبوا ايه؟ كتب لك اهو النفرون هي الفانكشن اللي بتاعت الكدني، الوحده الوظيفيه للكدني. طيب كل نفرون بتبقى كويلد تيوب، انبوبه ملفوفه عشان طبعا نزود السيرفيس اريا بتاعها تقدر تنظف سوائل كتير. بتبدا فين؟ قلنا بالكورتكس. بمين؟ بهومانز كابسول. البومنز كابسول ده عباره عن كاب شيب اللي احنا اتكلمنا عنها دي، سن دبل وول، بيكون لها دبل وول ورفيع، تمام، في الكورتكس. طبعا السن وول هنعرف عشان تعرف ليه وظيفتها لازم تكون رفيعه بعد كده. يبقى احنا قلنا البومنز كابسول قلنا فين؟ في الكورتكس. بعدين الفيرست كولد تيوب برضه فين؟ في الكورتكس. لكن اول ما اقول له بوف هينل تقول لي منطقه ديو شيب موجود فين؟ في المظله. هطلع تاني فوق السكند كولد تيوب فين؟ في منطقه الايه؟ الكورتكس. تمام؟ كل ده بيجمع بعد كده السكند كولد تيوب دي بتصب بقى تجمع لون فين؟ في حاجه اسمها كوليكتنج ايه داكت. ليه سموا دي كوليكتنج داكت؟ اتفقنا انه ان احنا عندنا في كل كدني في 1 مليون نفرون، ال 1 مليون نفرون دول كلهم بيصبوا في الكوليكتنج داكت دي.
فالكوليكتنج داكت دي اهو نفرون دي تبيولز كلها جوين مين كوليكتنج داكت اللي بتفتح بعد كده في البلفس وتودي اللي هتودي في الحوض بعد كده زي ما احنا شفنا في الرسمه اللي انا لسه رسمها دلوقتي اهو انه الكوليكتنج داكت هتصب هنا في الحوض بتاع الايه الكليه دي. طبعا ال1 مليون كلهم متصلين بالكوليكتنج داكت اللي عندنا دي. ده كان كلام بسيط شويه على التركيب اللي هنا يعني. يا ترى ايه وظيفه النفرون؟ وظيفة النفرون بعد ما عرفنا ليها وظيفتين، حاجة اسمها فلتريشن والتانية اسمها ري ابزوربشن. النفرون هنبتدي بأول جزء عندنا اللي هو البومنز كابسول، أول حتة أهو، وأدي مثلا الأرتري، الدم جاي أهو وصل لغاية الرينال أرتري. طبعا بيدي تفرعات كتير، مليون برانش، كل نفرون بيوصل لها برانش. في احنا عندنا كل كدني فيها في كل كدني فيها مليون نفرون، فالرينا ارت هيخش يدي مليون برانش عشان يوصل للمليون نفرين دول، تمام؟ يوصل للانابيب جوه الكدني. طيب الدم اهو جاي مليان بالويسس، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل هنا في الويسس جابش خطوه ترشيح، عشان كده قلت لك الممبرين لازم يكون رفيع. اللي بيحصل خطوه ترشيح، ترشيح ازاي؟ السائل بتاع الدم بيترشح، يعني كانك بتصفي مكرونه كده فالميه كلها بتنزل، فالسائل اللي هي الميه البلازما اللي في الدم، السائل بتاع الدم بيترشح، يعني بيخرج من البلاد كابيلر اللي هنا وينزل فين؟ في البومنز كابسول دي، تمام؟ طيب يبقى تاني هنقلب مع بعض كده، شفت النقطه دي والنقطه دي والثلاث نقط دول هم اهم حاجه في الجزئيه دي. يبقى الخطوه اللي هتحصل هنا خطوه الفلتريشن بتحصل في البومنز كابسول. ايه اللي بيحصل؟ البلازما، ايه البلازما دي يا مستر؟ البلاد فلويد، السائل بتاع الدم اللي هو السائل من غير الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبروتينات والحاجات الكبيره دي، السائل بس ماله؟ فلترد اوت اوف ذا بلاد تو بي كولكتد ان ذا نفرون، يعني بيخرج من البلاد عشان يتجمع في النفرون. حلو. السائل ده بيحتوي على ايه بقى؟ بيحتوي على اربع حاجات، ووتر وسولتس وجلوكوز، دول ثلاث حاجات حلوين، والويست اللي هي اليوريا. ووتر وسولتس وجلوكوز ويوريا، اللي هي الويست اللي هي الايه؟ اليوريا، هنبقى نعرفها بعد شويه. الووتر والسولتس والجلوكوز والويست. ووتر وسولتس وجلوكوز والويست، اربع حاجات. واحد يقول لي طب مستر، طب بالنسبه للبلاد سيلز والبروتين، البلاد سيلز زائد البروتين، الحاجات دي حجمها كبير، لا دي تفضل موجوده في الدم. البلاد سيلز والبروتين دي تفضل فين؟ في البلاد، ريمين فين؟ في البلاد، تفضل موجوده في الدم. تمام؟ اذا في حاجتين مش هيعدوا اللي هم البلاد سيلز والبروتين، ليه؟ عشان دول لارج سايز مولكيولز هيفضلوا موجودين هنا. هم لا هيعدي مين بس؟ البلازما اللي هي مين؟ الفلويد، هي اللي هتخرج من بلاد كبير وتقع في البومنز كابسول دي جوه. طيب بيحتوي على ايه البلازما دي؟ على اربع حاجات، ووتر وسولتس وجلوكوز واليوريا او الويسس، تمام؟ واحد يقول لي يا مستر ده دلوقتي المواد اللي عدت دي اللي هي الووتر والسولتس والجلوكوز اللي خرجت من الدم دي مواد مهمه جدا وضروريه والجسم بيحتاجها. ماشي اوكي، اليوريا دي مش عايزها، لكن الووتر والسولتس والجلوكوز ما جسمنا بيحتاجهم. لا، في خطوه ثانيه بقى الكدني بتعملها اللي هي خطوه اسمها ايه؟ ري ابزوربشن. الري ابزوربشن دي حاجه ثانيه بتعملها النفرون، بس مين بقى اللي بتعملها؟ الفيرست كويلد تيوب، اللوبو فينل، السكند كويلد تيوب، دي ايه؟ اكتر حاجه بتلم بقى الايه؟ الحاجات دي كلها. ايه اللي بيحصل بقى؟ يبتدي يحصل في النفرون تيبيولز يعني في الكليه اللي هي الفيرست واللوبو فينل والسكند، بيحصل ري ابزوربشن للريكوايرد ووتر والجلوكوز والمينرال سبستنس اللي هي الايه؟ السولتس، الووتر والجلوكوز والسولتس، يبتدي يحصل لهم ري ابزوربشن بيرجعوا تاني باك تو زي ايه؟ تو ذا بلاد. اذا في الخطوه الحاجات المهمه هيبتدي يحصل لها ري ابزوربشن من الاربعه اللي عدوا يرجعوا تاني الدم. يعني ايه ري ابزوربشن؟ مش هم ماشيين في الانابيب دي؟ يعني لو جينا للرسمه اللي كنا رسمينها هنا دلوقتي اهو، دلوقتي البلازما خلاص متعدي بتعدت هنا، خرجت من هنا اهو، ماشي بقى الووتر والسولتس والجلوكوز في الايه؟ في الحاجات دي. طبعا ايه اللي بيحصل بقى؟ لو جينا نبص على البلاد كابيلاري هتلاقي انه البلاد كابيلاري دي بتحوط كل الاجزاء دي. لو بصيت في الرسمه اللي عندنا هتلاقي الكلام ده، وهتلاقي دي بقى ايه؟ يا ريت كده بس، ده محوطه كل حته فيها كده. اذا اللوبو فينل والفيرست كولد سكند كولد تيوب كلهم حوالين بلاد كابيلاري بالمنظر ده، ايه اللي بيحصل بقى؟ البلاد كابيلاري دي تعيد امتصاص من السائل اهو، الاربع حاجات ماشيين في الماسوره دي اللي هم الايه؟ البلازما اللي فيها الووتر والسولتس والجلوكوز ماشيين هنا، وهم ماشيين كده اللي يحصل؟ تروح البلاد كابيلاري دي تعيد امتصاص، تسحب تاني من المواسير دي ثلاث حاجات، الووتر والسولتس والجلوكوز. فبلاد كابيلاري لما تسحبها ترجع تاني فين؟ في الرينال فين. رينال ايه؟ فين. امال ده كان اسمه ايه؟ رينال ارتري. نقول تاني، بنقول ان ري ابزوربشن، خطوه ري ابزوربشن بتحصل في البلاد كابيلاري اللي حوالين النفرون تيبيولز دي، بلاد كابيلاري اللي هنا من بره كده، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ري ابزوربشن للووتر والجلوكوز والمينرال سبستنس اللي هي السولتس، يعني بترجع تاني للدم. طيب واحد يقول مستر
هو الحاجه دي مهمه اصلا؟ يعني ايه اللي يحصل يعني لو ما حصلش ري ابزوربشن؟ لا، لو ما حصلش ري ابزوربشن يبقى سعادتك هتفقد المواد الضروريه زي الووتر والسولس والجلوكوز اهو. ذا بادي ويل لوز، بص وات هابن اف اول كونتنت اوف بلازما اللي هي الفلويد دي ار اكسكريت اوت سايد ذا بادي، لو خرجت بره الجسم ويعني ما حصلش ري ابزوربشن، يعني ري ابزوربشن ما حصلتش، لا دي كارثه. ذا بادي ويل لوز ماتش اوف اتس ريكوايرد ووتر واسينشال سابستنس، هيفقد الميه والمواد الضروريه زي السولس والجلوكوز. طب ويعني؟ لا ده هي هاز تو درينك 170 لتر، لازم يشرب 170 لتر ميه يوميا. طبعا 170 لتر ده رقم خيالي جدا، ان انت تشرب 170 لتر ميه يوميا دي حاجه خياليه، تمام؟ فطبعا حاجه صعبه جدا. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ ازاي اليورين بيتجمع؟ اليورين بيتجمع ازاي؟ دي النقطه اللي هنتكلم عنها. هاو ذا يورين از فورم. بعد ما وصلنا للجزئيه دي اهو، بص كده مع بعض، اخر حاجه وصلنا لها، وصلنا لهنا حصل ري ابزوربشن لمواد، المواد بقى الباقيه تعال نشوف كده، نطلع مع بعض كده شويه. ايه المواد اللي اتبقت عندك؟ الجزئيه النوت دي مهمه جدا جدا جدا. اللي اتبقى ايه؟ بيتبقى الاكسس ووتر، نكتب الكلام ده عندك، ووتر وسولتس ومين تاني وجلوكوز، مش دي المواد اللي الجسم مش محتاجها؟ الزياده من الميه والسولس والجلوكوز. واحد يقول لي مستر مش احنا رجعنا الميه والسولس والجلوكوز؟ اه رجعناهم، لكن الزياده مش رجعناهم كلهم، المهم اللي احنا محتاجينه بس. طب الزياده منهم الاكسس ووتر وسولس والجلوكوز واليوريا، اليوريا اللي هي الويستس بقى، اليوريا وبعض الفيتامين، الحاجات دي اللي الجسم مش محتاجها، ايه اللي بيحصل؟ دي كلها بتكون لي سائل اسمه مين؟ اسمه اليورين. حلو، اليورين ده هنعمل فيه ايه؟ هيكمل على الكوليكتنج داكت اللي قدامكم دي، من هنا يكمل على الكوليكتنج داكت، هيروح على الكوليكتنج داكت. طيب الكوليكتنج داكت بص كده، الكوليكتنج داكت بتصب فين؟ في حوض الكليه، فين؟ بتصب في البلفس، يبقى هتودي على البلفس. طب البلفس هتودي على فين؟ هتودي على اليوريتر، هتودي على اليوريتر. طب واحد يقول لي اليوريتر بتودي فين؟ اقول له بتودي، احنا خدناها قبل كده، بتودي اليوريناري بلادر، اللي احنا قلنا هنعيد الحته دي تاني اهو، بلادر. طب قلنا بلادر هتودي على فين؟ على اليوريثرا. طب واليوريثرا هتودي الاوتسايد، اوتسايد. يبقى تاني بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان المواد اللي اتبقت زياده زي الاكسس ووتر والسولس والجلوكوز، الووتر والسولس والجلوكوز والويستس بقى اللي احنا مش عايزينها اصلا زي اليوريا كده وبعض الفيتامينات، مالهم؟ كل دول بيكونين سائل اسمه اليورين. كل ده فين؟ واحنا هنا خلاص داخلين كده في نهايه الايه؟ السكند كولد تيوب. وبعدين يروحوا فين؟ يروحوا في الكوليكتنج داكت. الكوليكتنج داكت دي بيتجمع طبعا كل اليورين من كل النيفرونز، وهتصبهم فين؟ في البلفس اهو، ادي الكوليكتنج داكت، هتلم كله من كل الانابيب اللي هنا، ما انت عندك مليون انبوبه، تمام؟ وتروح مصبهم فين؟ في البلفس. طب البلفس دي هتودي على فين؟ على اليوريتر اهو. طب اليوريتر دي هتودي على فين؟ على اليورينري بلادر اللي تبقى تحت هنا زي ما احنا شفنا في الرسمه اللي فاتت. وبعدين تطلع اليوريثرا لاوتسايد زي ما احنا قلنا بعد كده. طبعا الجزئيه دي فيها اسئله كتير قوي. اول سؤال مثلا زي ان اليورين ايه مكوناته؟ مكونات الووتر والسولس والجلوكوز واليوريا والفيتامين. طب ايه وظيفه الكوليكتنج داكت؟ الكوليكتنج داكت بتجمع اليورين من، بتجمع اليورين وتوديه للبلفس. ايه وظيفه البلفس؟ بتوديه لليوريتر. ايه وظيفه اليوريتر؟ بتوديه لليورينري بلادر. ايه وظيفه اليورينري بلادر؟ بتاخد اليورين وتوديه لليوريثرا. ايه وظيفه اليوريثرا؟ بتطرد اليورين اوتسايد. فكل دي اسئله بس في الجزئيه دي، يبقى انت لازم تنقل الجزئيه دي عندك، عشان ده ملخص كبير جدا جدا مهم للحته اللي عندك دي اهو. هاو ذا يورين از فورمد، ذا ريمينينج ليكويد اللي بيحتوي على نيتروجين ويست زي اليوريا وبعض السولتس والووتر والمواد زي الجلوكوز والفيتامين بيكونوا اليورين اهو. طب اليورين هيروح بعد كده كوليكتنج داكت، قلنا بعد كده البلفس، بعد كده البلفز دي هتوديه لليوريتر، اليوريتر ده هيوديه للنيورال بلادر، البلادر دي هتنقبض وتطرده بره لليوريثرا اللي هي هتطلعه لبره. هنشوف النوتس بعد كده مع بعض، اللي هو بيقول لك ايه؟ انه اول نوت، تعال نشوف العلمين دي كده بيقول لك ايه؟ نو وان كان ليف وذاوت كيدنز، مفيش حد يقدر يعيش من غير ولا كليه. ليه؟ طبعا لان الويس او حتى لو هم ستوب فانكشننج، يعني ما هو الكليه موجوده بس مش شغاله، يبقى كانها مش موجوده. فقال لك البويزنس ويسس اكيوميليت ان ذا بلاد ليدنج تو ديث، طبعا الويس تتجمع في الدم وتعمل بويزنس باليوريا، تسمم باليوريا ويموت. طب ممكن واحد يعيش بكليه واحده؟ اه طبعا. قال لك هتكبر في الحجم وتقوم بوظيفه الكليتين مع بعض. قال لك اهو individual can live with one kidney. ليه؟ قال as it grow and become slightly bigger to perform the function of the two kidneys. يبقى هتكبر وتبقى كبيره شويه في الحجم وتقوم بوظيفه الايه؟ الكليتين مع بعض. تمام؟ طيب الهيومن بادي بيحتوي على من 5 ل 6 لتر من الدم، دي معلومه كده بيقولها لك، بيقول لك طبعا خلي بالك ان 1.2 1.3 تقريبا لتر و2 لتر و3 بيمروا للكدني بير مينيت. تمام؟ بيروحوا لايه؟ للكليه كل دقيقه.
طيب وده بتمثل قد ايه يوميا؟ طبعا انت عندك اليوم فيه 24 ساعه، هو طبعا حسب المينت، اليوم فيه 24 ساعه والساعه فيها 60 دقيقه، يبقى لو ضربت الرقم ده المتوسط بتاعه اللي هو 1.25 مثلا، المفروض تضربه في اللي هو 24 ساعه في 60 دقيقه، يديك يوميا بتطلع 1600 لتر. قال لك 1600 دي بتمثل ربع الدم اللي بيبمبت باي ذا هارت. يعني ايه؟ يعني مثلا الدم 4 في 16 ب 6400، الهارت بيضخ 6400 لتر من البلد ديلي يوميا. هنقسمهم لجزء ربع منهم، ربع الكميه دي اللي هو ال 1600، اللي هو ال 1600 دول بيروحوا لمين؟ بيروحوا للكدني. طيب وبقيه الثلاث ارباع بيروحوا لبقيه البادي. نقول تاني، يبقى الهارت بيبمب قد ايه؟ 6400 لتر، 6400 لتر من البلد ديلي. الكدني رايح لها ربع الكميه دي، فهو بقى قلب المعلومه من تحت لفوق، بيقول لك انه يوميا في 1600 لتر بتمثل قد ايه؟ 1 اوفر 4 من الاماونت اوف بلاد اللي هي بامبد باي ذا هارت ديلي، يعني ربع الكميه اللي بتضخها لايه الهارت. طبعا ممكن اسالك بقى على الثلاث ارباع التانيين، تشوف بقى الثلاث ارباع في الرقم ده كام؟ اللي هو الكميه اللي بقى، يعني تطرح ال 1600 من ال 6400، فممكن تطرحهم يعني اهو 4 شنه 6 8 و5 ناقص 1 4، يبقى 4800 تقريبا لتر، هم دول اللي هيطلعوا ايه؟ يروحوا بقيه الجسم. يبقى يوميا الهارت بيضخ 6400 لتر من بلاد، 1600 منهم بيروحوا الكدني، و4800 بيروحوا لبقيه البادي. تمام كده؟ طيب كمان لقوا انه 3 لتر من البلاد. واحد يقول لي يا مستر 1600 لتر ايه؟ لما اصلا الدم بتاع البني ادم من 5 ل 6 لتر، يعني يبقى ازاي في 1600 لتر؟ ما هو الدم يا جماعه بيتكرر كذا مره، عمليه التنظيف دي عمليه كونتينوس مستمره لا تتوقف. وده من يعني تبقى انت عارف المعلومه دي، الاكسكريشن ما بتقفش دايما، وانت قاعد دلوقتي الكلية عماله شغاله بيوصل لها دم تنضفه. طب ما هو لسه منضفه من شويه، ما هي شغاله بتنضف تاني. يعني ال 5 6 لتر دول بيلفوا الجسم كله، وفي جزء منهم عمال كل شويه يروح للكلية، كل مره شويه مع شويه شويه يروحوا تاني، وشويه يروح غيرهم يروحوا الكلية عشان ايه؟ يتنضفوا. فاكتشفوا ان الدم طبعا بيعيد تكرار تنظيفه، فاكتشفوا ان 3 لتر من البلازما، من التوتال بلاد فوليوم يعني بتاعه 3 لتر من البلازما بتاعته بتتخش الكلية عشان تتنضف 560 مرة في اليوم. 3 لتر من البلازما بتتنضف 560 مرة يوميا، الرقم ده ما تنساهوش، 3 لتر منهم بيتنضفوا كام؟ 560 مرة يوميا. طبعا الدم بقيته بيكون طبعا في بقية الأجزاء من الجسم، يعني بتلاقي جزء في البرين وجزء في الليفر وجزء في الرجل، ف 3 لتر منهم اللي بيخشوا الكلية بيتنضفوا من 560 مرة يوميا. تمام؟ طيب هنا طبعا في شويه اسئله، احنا كده كده هنحل اسئله المعاصر برضو عشان ايه تبقى احنا امورنا تمام. خلينا في الشرح دلوقتي. ايه الارتفيشال كيدني او الكيدني داياليسز او الكليه الصناعيه؟ الكليه الصناعيه بيقول لك لو واحد عنده فشل كلوي او نتيجه مرض معين، اصابه معينه جات له في الكليه، عملت له انفكشن معين بوظت له الكليه بتاعته، خطه مش شغاله، بيبقى عنده حاجه اسمها فشل كلوي، البويزنس هتتجمع، الويس تتجمع في البلاد وممكن تؤدي للتسمم والموت. ففي الحاله دي لازم يعمل غسيل كلى من مرتين لثلاثه في الاسبوع، كل مره ثلاث اربع ساعات يبتدي يغسل الدم بتاعه في الكليه الصناعيه او اللي احنا بنتكلم عنها بقى ارتفيشال كيدني. فكاتب لك اول كيدني فيلر تيكس بليس ديو تو سام ديزيزز افكت ذا كيدنيز وير ذا كيدني ستوب فانكشننج ليدنج تو اكيوميشن اوف هارمفول ويستس تجمع المواد الضاره ان ذا بلاد كوزنج توكسيستي اند تؤدي للتسمم والموت. طيب فطبعا مهم جدا احنا ننظف الدم ده بالارتفيشال كيدني. المعلومه الاولى اللي اتكلم عن الارتفيشال كيدني بيقول لك ان هو الجهاز هو بيجيبه جهاز بيحتوي على نفس مكونات الدم، نفس مكونات الايه البلازما، ما عدا الايه نفس مكونات الدم ما عدا الويستس، يعني الليكويد السائل اللي هنا سائل التنظيف ده في نفس مكونات البلد تمام، ما عدا الايه البلازما، ما عدا سوري ما عدا الويستس. تمام كده؟ طيب عايزين كده المكونات الدم موجوده هنا في الصندوق وايه بس ما فيهاش ايه ما فيهاش ويستس، هيحطوها من هنا ولما يحبوا يغيروه بيفتحوا من هنا وايه ويخرجوه ويحطوا غيره. ايه اللي يحصل بقى؟ الدم بتاع الراجل دوت مليان بالويستس، حلو، احنا عايزين الدم يخرج منه يروح هنا الويستس، طبعا ده مليان بالويستس، الويستس تخرج من هنا بالديفيوجن عشان تركيزها عالي تمام، ويرجع الدم نضيف هنا. طيب لو حطينا دي في الفين عشان هو اللي قريب على السطح، الضغط بتاع الفين قليل قوي مش هيبقى كافي انه يزق الدم هنا، فانا عايز احطه في ارتري عشان احط بارت لانه عنده هاي بلاد بريشر، فهيبقى قوي ان هو يزق الدم ايه يوصله لغايه الصندوق ده اللي معايا او الباص اللي معايا دوت. طيب ايه اللي بيحصل؟ طبعا الارتري مشكلته ان هو بارد مدفون جوه مش باين، والراجل ده هيعمل غسيل مرتين ثلاثه في الاسبوع
فلازم يكون الحاجه اللي هنحط فيها الانبوبه دي تكون على تكون ارتري ويكون قريب من السطح. والحقيقه ان ده مش متحقق، الارتري موجود لكن مش قريب من السطح. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا كده عمليه واصله ما بين الارتري، اقرب ارتري واقرب فين، اسمها ارتيريو فينس اناستموزيس. عمليه كده بيربطوا بيها الاقرب ارتري باقرب فين على السطح، فكده خلاص انا وصلت كان الجزئيه دي اصبحت ارتري. يعني الدم هيوصل من هنا لهنا، فخلاص ضغطها عالي، فالدم هيمشي كده يروح معدي هنا، يطلع بقى في الضغط العالي ده يمشي في الجزئيه دي، فاصبح الفين الحته دي بقت ايه، بدل ما هي بقت ايه، ارتري. تمام؟ فعشان كده كاتب لك في اول سطر a tube is inserted in the artery of the patient arm. بعد يقول لي مستر ارتري ايه ده، محطوطه في فين يا حبيبي، ما احنا قلنا وصلنا دي بدي، فكان الفين ده بقى ارتري. خلاص كده. وبعدين البلاد يحصل له تشانل دي بقى في الانبوبه دي لغايه ما يوصل للباس. هنا بقى سما في سيمي بيربل ميمبرين، ميمبرين منفذ، يبتدي الويستس جوه الانبوبه دي اللي جايه من الدم اللي مليانه بالدم تركيزها اعلى من الصندوق، تخرج الويستس بس، لكن طبعا بقيه الحاجات التانيه مش هتخرج عشان بره زي جوه، نفس الكومبوننت بره هي جوه. فايه اللي بيحصل؟ فكتب لك اهو ذا تيوب اميرز ان باس كونتيننج كل النورمال بلاد كيميكال ما عدا اليوريا والويست الثانيه، وبالتالي تركيز الويسس دي هيبقى عالي في الدم عن الباص، وبالتالي هتخرج من التيوب بالديفيوجن. البيوريفايد بلاد هيرجع طبعا هنا للفينز تاني. طبعا في سؤال هنا اساله لك، الفينز هيصب على فين؟ واحد يقول لي مستر فين وفين النقابه؟ احنا قلنا لا غلط طبعا، احنا بنعمل في الدراع، فالدراع طبعا فوق القلب، يبقى هيرجع ده الفين ده هيودي على السوبيريور فين نقابه عشان يخش الايه؟ الهارت. ما تنساش المعلومه دي. طيب واحد قبل، لكن اللي قبل كده ده كان الفين اللي انت اللي بيغسل كلى، الدم بيرجع على السوبيريو فين كافا يخش الهارت، اما اللي عنده كليه طبيعيه بيرجع على الانفيريو فين كافا يخش الهارت، فتركز في المعلومه دي. طيب البروفايل بلاد بعد كده بيرجع للبادي، البيشنت تريتد بالارتفيشال كيدني دي سيفرال اورز دي اداي، بتتكرر مرتين ثلاثه فين؟ في الاسبوع. كده ده كده احنا خلصنا الكيدني والارتفيشال كيدني، هناخد دلوقتي الليفر. بقول لك بالاضافه طبعا الليفر ده العضو الثالث عندنا او الرابع بعد اللنج، بس احنا اللنج مش هناخدها عشان درسناها في شابتر 3 خلاص الترم الاول. الليفر بقول لك بالاضافه الليفر في وظيفته في الدايجستشن، في عمليه الهضم ان هو كان بيطلع البايل جوس لو انتم فاكرينه، كان بيهضم الفاتس، والميتابوليزم ان هو كان بيحول الجلوكوز لجلايكوجين برضه لو انتم فاكرين، مش مهم المواضيع دي خلاص. الليفر ليه دور في الاكسكريشن كمان، ازاي؟ الليفر بيحول المواد البويزنس لنون بويزنس، بيكسر اي ماده سامه تمام جايه من السمول انتستين يحولها لايه؟ نون بويزنس، او يكسرها ويلغي السميه بتاعتها. طيب كمان بيعمل ايه بقى؟ الامينو اسيد الليفر المفروض دخله كده جاي طبعا من السمول انتستين، هو دخله فين؟ اسمه هيباتيك بورتال فين، هيباتيك بورتال ايه؟ فين. خارج من منه فين اسمه هيباتيك فين، رايح على الانفيريور فينا كافا. فبيخش طبعا هنا المفروض بيخش هيباتيك بورتال فين امينو اسيد كتير جدا، امينو اسيدز تمام؟ ايوه امينو اسيدز داخله كتير. ايه اللي هيحصل؟ الليفر يبتدي يكسرها، لما يكسر الامينو اسيد دي تمام؟ فالامينو اسيد عباره عن ايه؟ عباره عن سي او او اتش ان اتش 2 وي ار و اتش الالكال جروب والهيدروجين، هو بيكسر مجموعه الامينو دي، مجموعه الان اتش 2 دي، ويطلعها في شكل يوريا، يطلعها في شكل ايه؟ يوريا. يبقى الهيباتيك بورتال فين هيخش فيه امينو اسيد، الليفر ياخد الامينو اسيد دي اللي قدامك يكسرها، ويكسر ايه؟ يخرج منها مجموعه الايه؟ الامينو، دي مجموعه اسمها الامينو جروب، الامينو جروب. وطلعها في شكل ايه؟ في شكل يوريا. يبقى مين اللي فصل مجموعه اليوريا؟ اللي فصل مجموعه الامينو اسيد وكون اليوريا؟ الليفر. اذا اليوريا بتتكون فين؟ في الليفر. تخرج بعد كده على الهيباتيك فين؟ فكتب لك ان هو بيفصل مجموعه الامينو جروب اللي هي ال ان اتش 2 من الامينو اسيدز ويحولها لمين؟ ليوريا. تمام؟ اذا هنا في نوتس مهمه جدا جدا لازم نعرفها، ايه النوتس لازم نعرفها؟ نعرف انه اليوريا فورمت فين؟ واكسكريتد فين؟ فورمت احنا عرفنا دلوقتي اليوريا اول ما اتكونت هي اتكونت فين؟ في الليفر. تمام؟ خلي بالك كده، هنا هيبقى في يوريا قليله لكن هنا هيبقى في يوريا كتير، يبقى اختلاف ما بين ليه يوريا كتير؟ لان اليوريا اتكونت بعد الليفر، مش الدم داخل كده يخرج من هنا؟ ده ابتدي يطلع يوريا كتير، هتخرج هنا يبقى اليوريا الكتير هتبقى موجوده في الهيباتيك فين. تبقى اليوريا اتكونت فين؟ في الليفر. طب اكسكريتد فين؟ بتخرج فين؟ في عضوين اللي بيخلصونا من اليوريا، السكن بتبقى نسبه قليله والكدني دي اعلى نسبه. تمام؟ يبقى اليوريا بتتكون في الليفر، دي نوتس برضه تكتبها مع النوتس اللي عندنا. اليوريا بتتكون في الليفر وبتخرج عن طريق السكن، السكن والكدني، ما تنساش المعلومه دي، تمام؟ وانا فهمتك دور الليفر انه بيحول المواد السامه لغير سامه وبيفصل مجموعه الامينو اللي في الامينو اسيد ويحولها ليوريا يخلص الجسم منها. تمام؟ ما تنساش انه كده اعلى كميه يوريا الموجوده فين؟ في الهيباتيك فين، اعلى تركيز اليوريا في الهيباتيك فين، اعلى كونسنتريشن لليوريا
في الهيباتيك فين. الهيباتيك فين عنده هاي كونسنتريشن من اليوريا. يبقى اكتب برضو النوتس دي كده. يبقى احنا الجزء الهيومن خلصناه ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. انا طبعا قلت بسرعه لانه يعني الجو ما هنا مش مكان تسجيل كويس الصراحه يعني، وفي صوت حواليا في كل مكان، فيعني عشان كده كنت بحاول ان انا ما اتكلم بسرعه عشان ما اخدش عشان الصوت ما يظهرش يعني في التسجيل. فاتمنى يا رب يكون وصلكم حاجه، ويا ريت لو في حاجه مش واضحه تقولها لي، وبرده بعتذر على التاخير وعن عدم وجود ميعاد معين للحلقات لانه ده مش بايدي الصراحه. الدنيا صعبه جدا جدا وانا عندي ظروف صعبه، فمش عارف اسجل، وكمان لازم حاجات معينه لازم تبقى موجوده عشان خاطر تسجل دوت، وانت كمان يكون لك قابليه ونفس انك تسجل، فبرده ده مش بايدي. ولكن صراحه لما بلاقي تعليقات كتير بحس ان انا ملزم ان انا اعمل ده. ما بلاقي حد بيكتب لي والله ده اللي بيخليني اعمل، حتى لو انا مش قادر بحاول اسجل الكلام ده. يعني بعتذر مره ثانيه لو في تاخير او كده. بالنسبه لاسئله المعاصر انا معايا الكتاب، وان شاء الله باذن الله احاول باذن الله احلها في وانا قاعد يعني اتسلى فيهم واحلهم باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.